تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية. الموضوع موجود على القناة في كوميونوتي من أجل الطباعة وإعادة حله. ادخلوا، لا تنسوا الدخول إلى القناة والاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا نبدأ بحل الاختبار معا. بسم الله الرحمن الرحيم. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام. أحسنتم. خطأ. الإيمان ركن من أركان الإيمان. من وظائف الملائكة كتابة أفعال العباد والدعاء لهم. إذا وظائف الملائكة كتابة أفعال العباد والدعاء لهم. أحسنتم. صح. صلاة الجمعة تؤدى في البيت والمسجد. نؤدي صلاة الجمعة في البيت والمسجد. جيد. خطأ. صلاة الجمعة تؤدى في المسجد. رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم في شبابه. أحسنتم. خطأ. رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم في طفولته ليس في شبابه. إذا نراجع. إيمان بالملائكة هو ركن من أركان الإيمان. إسلام. خطأ. من وظائف الملائكة كتابة أفعال العباد والدعاء لهم. صحيح. صلاة الجمعة تؤدى في المسجد، في البيت والمسجد. خطأ. ورعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم في طفولته، في شبابه. خطأ. التمرين الثاني، أكمل الآيات من سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. أحسنتم. فالموريات قدحا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا فأطلنا به نقعا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأطلنا به نقعا. نواصل. أحسنتم. فوسطنا به جمعا. لربه لكنود. أحسنتم. إن الإنسان لربه لكنود. قراءة الآية الأولى من سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأطرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. لدينا شرح الكلمات. معنى كلمة العاديات، أحسنتم. العاديات هي الخيل التي تركض. الحصان لما يركض يسمى العاديات. إذا الخيل التي تركض. ضبحة لما تركض الخيال تحدث صوتا، الصوت يسمى ضبحة. إذا ضبحة هو صوت الخيل أثناء الركض. صوت العاديات الخيل التي تركض. ضبحة معناها صوت الخيل أثناء الركض. التمرين الثالث، ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في الفراغ المناسب. لدينا كلمات مسلما، يسلمه الله، يوم القيامة، قربة، المسلم. حديث شريف، المسلم أخو. أحسنتم. أخو المسلم.
المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه، يظلمه ولا أحسنتم يسلمه. لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان، أحسنتم، كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها، أحسنتم، كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر، أحسنتم، مسلما ستره الله، جيد، يوم القيامة. نعيد قراءة الحديث. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. حديث شريف. التمرين الرابع، اربط بين الجملة والتي تكملها. إذا لدينا جمل نربط: المسجد مكان، أفضل المساجد، آداب المسجد، يسمى المسجد. الجهة المقابلة، الهدوء وإتيان بالسكينة والخشوع، يجتمع فيه الناس للعبادة والذكر وطلب العلم، بالجامع أيضا لأنه يجتمع فيه الناس للصلاة. في الإسلام هي المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. إذا المسجد مكان، أحسنتم، يجتمع فيه الناس للعبادة والذكر وطلب العلم. أفضل المساجد في الإسلام هي، أحسنتم، المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. نواصل. آداب المسجد، ما هي آداب المسجد؟ الهدوء، إتيانه بالسكينة والخشوع. من آداب المسجد، يسمى المسجد، كذلك لديه اسم آخر، بالجامع، إما نسميه المسجد أو الجامع. لماذا؟ لأنه يجتمع فيه الناس للصلاة. إذا نراجع: المسجد مكان يجتمع فيه الناس للعبادة والذكر وطلب العلم. أفضل المساجد في الإسلام هي المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. من آداب المسجد، الهدوء، إتيانه بالسكينة والخشوع. يسمى المسجد أيضا بالجامع لأنه يجتمع فيه الناس للصلاة. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.